حلت حكومة بوركينا فاسو وحدة الحرس الجمهورية التي قامت بعملية انقلاب فاشلة قبل نحو أسبوعين، واحتجزت الرئيس ميشيل كافاندو ورئيس وزرائه. وقررت الحكومة أيضا في أول اجتماع لها منذ عودة الرئيس كافاندو للسلطة الأربعاء الماضي تشكيل لجنة لتحديد المسؤولين عن الانقلاب، بينما جمد المدعي العام أصول الجنرال جيلبرت دينيدري الذي قاد الانقلاب و13 مسؤولا آخرين يعتقد أنهم خطأ له، بالإضافة إلى حزب الرئيس السابق بليز كامباوري وثلاثة أحزاب أخرى.